حتى يخبرني اللي شرى او لا داك السيد اللي باع الى تصاب بالشرو ديال ياخذ كراتو. الله يعطيك الرضا والستر. واجي شرب عندي قهوه دابا قاعد انا باب واحد الشركه خدا البنات اللي يخدموا خرجوا يشربوا القهوه ودخلوا واجي مرحبا بك. هي صافي الا جيت مراكش ما نضربش حساب القهوه. والله ما نضرب الحساب والصوجيه كلهم كاع من الاصوات. الله يحفظك انا بارك الله فيك. وهو قريب ان شاء الله قريب لكم ان شاء الله باش ديروا هذاك اش يقولوا لي؟ تيديروا راس العام. اشنو هو راس العام؟ عيد الميلاد؟ عيد الميلاد باش بدا اصوات. ايوه ان شاء الله. ان شاء الله. الله يسهل عليكم ونجي وعاد نجيب الورد انا بغيت نجي. لا يجي انت يا فاطمه مرحبا بك شكرا لك فاطمه. تبارك الله عليك. شكرا لكم شكرا بزاف. ولكن كوني فايقه فاطمه ردي بالك مع هذا السيد اللي باع هذا قطع لي قطع لك التليفون كوني فايقه ردي بالك. دان فاطمة تبارك الله عليك نمشيو ناخذوا اتصال اخر على الخط معنا اسماعيل من نادور وفاطمة من واد الزم مالكة ايضا من سلا خليكم معنا اسماعيل كاين هادي السلام عليكم كاين هادي وعليكم السلام اسماعيل تفضل كيفكم زين لاباس عليكم الله يحفظكم مرحبا بك تفضل بارك الله فيك عندي واحد الشكاية الاخت فوزية بزاف كنت نتمنى نعيط للدكتور ما عطاك والو كنتصل شي ثلاث مرات ما كاينش. اسمع لك دكتور دابا تفضل شنو السؤال؟ جوجا هذيك وهاد حي نفسك انك تحكوا عليا هنايا في الاخر. سيدي انا صافا دمرونا ودي الدكتور ما عطاك دمرونا. شرح لي سيدي باش نفهم. مشيت وشكيت تسرقت تسرقت تسرقت. شنو كتسرقت في البيت ديالك؟ عندي واحد الاخر كيوسك وسط البراكه. ايوا كانت تسرق هكا كنشد في بنادم ما كنبغيش نمشي نشد ملي شكيت ديريكت شفت بنادم كيجي كذا مشيت عند الجندارم داروا لي باش نشكي انايا اللي سرقوني داروا لي في الدوسي الاتجاه في المخدرات والسرقه داروا لي باللي سرق. وعين الشريف واش دابا انت مشيتي عند البوليس ولا الدرك الملكي؟ الدرك الملكي تمشي عندهم شاكي يعني مشتكي اليوم واحد الناس تعدوا عليا غادي يقلطوا غيديروا لك انت كتبيع وتشري في المخدرات. ماشي انا مشيت نشكي قالوا لي صنعوا لي الشهود صنعوا لي كل شيء المهم ولا وعين 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 انت نتفقوا الدكتور معتوب هذه راه ما عندناش في المغرب ولله الحمد راه ما يمكنش تمشي عند الدرك الملكي تمشي انت كتشكي وما عندك حتى شي مشكل. كان عندي معاهم واحد سوء التفاهم. راه كاين بيناتكم نزاع مع ذاك الناس. نعم. هذوك اللي شفتوك راه عندك معاهم مشكل. ماشي مع الناس عاديين وعندي المشكل مع الجندر. ولا مع الدرك الملكي ولا عندك شي صوابق ولا شي نازله.